كده. سؤال، لان انت قلت لنا كده قبل ما نخش الهوا حاجه انا روحانيه اكتر، وانا الحاجات دي الصراحه بقف عندها شويه، لان بالنسبه لي عندي علامات استفهام كتير. فبدون ذكر اسماء، كان في شخصيه معروفه الفترات اللي فاتت كانت عماله تقول تصريحات وكانت بتحصل وبتتحقق كتير بشيء، يعني ده شيء غريب. فانا عندي فضول اعرف هل ده حقيقي، هل انا ممكن او ممكن شخص يتنبأ باشياء زي دي بتفاصيلها كده لسه كنت بتكلم فيها بره وتحصل على ارض مخش. الواقع، ولا ايه بقى؟ انت بقى خبيرة ابراج برضو، ويعني الطاقة والقصص دي برضو بتاعتك، فقولي لي هل ده حظ، هل ده ذكاء، هل ده جمع معلومات او شوية حاجات احنا عارفين حاجات عن اشخاص، حتى لان في علاقات مثلا هيحصل طلاق، حصل طلاق، هيحصل مش عارف ايه، حصل فلان هيموت في ملعب مش عارف ايه، حصل كذا كذا، فالموضوع مريب الى حد كبير. لا فده ايه؟ لا خالص، مش روحانية، لا ليه علاقة بالروحانيات ولا حتى كواكب ولا أقمار ولا حاجة. طب ايه بقى؟ ده موضوع سياسي بحت، مش عايزين نتكلم فيه. بس اصل في أقمار زي ما قلت كده بتوصل في عن طريق علامة ناس. استفهام كبيرة هنا، وانا يعني صراحة في حتة ان يعني احنا هديكي ننجم حتة دي كده، انا مش بحبها، كذبة هديكي ام حتة نجمون ولو بسبب صدق. اللي انتي قلتوه ده. اتقال برضو على الفيديو بتاع عمرو، او خبر عمرو ان هيحصل حاجة مشكلة عنده وبتاع وكلام من ده، صح كده اهو. احنا لو جينا اتفرجنا على الفيديو بتاع عمرو، هو النهارده لو انت واقفه او ماشيه او بتتكلمي مع حد وحد جه قرص من جنبك او عملك، ما انا شيء طبيعي انت قصدك ان هتتنرفزي. في بديهيات بتقول انه لا هيحصل هي مشكله حاجه، واحنا شايفين بعدين. هو الريكوست ده حد مسؤول عليه ان هو يضايقه عشان يقوم، ده رد الفعل. ما هو شيء رد فعل طبيعي على فكره. انت اتفرجتي على الفيديو؟ طبعا. رد فعل طبيعي. انت لو انت دلوقتي وانت قاعده اهو بتتقدمي البرنامج، لو انا جيت خبطتك او عملت لك حاجه وانت مركزه في الحاجه اللي بتعمليها، هتعملي ايه؟ او خضيتك، قرصتك حاجه مفاجاه، او خبطتك او زغتك او هتعملي انت ايه؟ قصدك ان في حاجات بتبقى متوقعه يعني. لا.